السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير، وكنتمنى تكونوا بصحة جيدة. كيف مال هذا الخوت؟ اليوم انا من واحد الفطور مع الاصدقاء كما كتشوفوا الخوت، جروب دائما كما العادة، وقررت انني نشارك معكم بلاصة اللي غادي نفطروا فيها الخوت، واحد بلاصة اللي وارة اي واحد غادي يشوفها الفيديو غادي يتمنى انه يجي ليلى. او شكرا الخوت على المتابعه وعلى الدعم ديالكم، تحياتي. شكرا اي واحد كيبغي الخير للناس، بغي الخير للناس يسهل عليك الله كما كيقولوا.